يا مساء الفوز، يا مساء النصر، يا مساء السعاده على كل مشاهدي قنوات اون تايم سبورتس في كل مكان. حلقه جديده من حلقات برنامج اخبار اون تايم، وان شاء الله تكون حلقه مميزه نتابع فيها كل جديد خاص بمنتخبنا في بطوله امم افريقيا، وكمان هتكون لينا اكيد جوله في الساحه المحليه ده من خلال اخبارنا الخاصه، وكمان هنتابع مع حضراتكم كل الكواليس الجديده في كره القدم العالميه، وده عن طريق جوله في الصحافه العالميه. اكيد كل ده تحت شعار ان كل شعوب العالم بيختلفوا في لغتهم وكمان في عاداتهم وفي تقاليدهم، لكن حاجة واحدة بس دايما بتجمعنا أكيد هي الكورة. وهنبتدي مع حضراتكم زي ما احنا متعودين مع أهم وأبرز العناوين. المنتخب يكتب التاريخ ويواصل زحفه نحو لقب كأس الأمم الأفريقية الثامن في تاريخه. اليوم بعثة الأهلي تطير للإمارات استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية. الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة طلائع الجيش غدا. وعالميا باريس سان جيرمان يواجه نيس ضمن مباريات دور 16 من كأس فرنسا. هنبدأ تفاصيل حلقتنا النهارده، واكيد الحدث الاهم هو فوز منتخبنا على المغرب. يا حبيبتي يا مصر. مية وعشرين دقيقة امبارح كتبت تاريخ جديد لمنتخبنا الوطني في بطولاته الأفريقية وزعامته القارية ومدى قدرته وسيطرته وخبرته في بطولات أفريقيا برغم أي معوقات. امبارح شفنا رجالة كلهم بيلعبوا بروح واحدة وعلى قلب رجل واحد، وقدموا واحدة من أفضل مباريات المنتخب في البطولات، وحققوا كمان إنجاز كبير على المغرب، الفريق القوي الفريق العنيد في كأس الأمم الأفريقية. التامنة بتقرب وبتقرب قوي قوي من خزائن بطولاتنا القارية بعد غياب كبير جدا وطويل جدا، وتعطش كمان كبير للجماهير المصريه ان هو يرجع مره ثانيه اللقب الافريقي تاني لينا. اكيد طبعا يعني ما بداناش المباراه دي بالشكل الامثل، ولكن يعني خبره لعبتنا مع الوقت بدانا بقى ندخل في اللقاء واحده واحده كده، وفي الشوط الثاني وفي الشوطين كمان الاضافيين يعني كانت السيطره بنسبه اكبر لصالح منتخبنا الوطني. مباراه فنيه وتكتيكيه رائعه أدارها البرتغالي كارلوس كيروش وبكل براعة، عكس بقى المباريات اللي فاتت. شكرا لكل اللعيبة، شكرا للجهاز الفني على الأداء القوي وعلى الصعود لنص النهائي. نص النهائي أكيد يعني اللي هو كنا كلنا مستنيين إن احنا نوصل له، طبعا وصلوا ليه عن جدارة وعن استحقاق، لأن هم بيدافعوا عن اسم منتخب مصر برغم تدني مستوى الإقامة وطبعا البنية التحتية في الكاميرون، وسوء كمان تنظيم ملحوظ جدا في البطولة في كل تفاصيلها. والأكثر من كده إن الفريق بيخوض مبارياته تحت ضغط جماهيري من يعني اللحظة الأولى ليه بعد ما خسر قصاد نيجيريا، مباراة كبيرة من منتخب كله رجالة. أكيد يعني احنا فرحانين يعني مش بس عشان المستوى، لا كمان عشان الروح اللي رجعت تاني كده لمنتخب مصر، وإنك فعلا بيكون عندك لعيبة على قدر المسؤولية ويقدروا إن هم يعني يخرجوا الكوت ديفوار وبعد كده المغرب اللي هم كانوا أصلا منتخبين مرشحين إن هم ياخدوا البطولة وسط الظروف اللي احنا فيها دي وظروف الإصابات. منتخب مصر خلاص أصبح عنده قائد في الملعب، وهو اللاعب الأفضل كمان اكيد في العالم كله محمد صلاح، الكل بيجري عليه، كروش يعني مقدر قيمته كويس جدا، واللاعب بيسمع لزمايله وبيساعد الكل جوه الملعب وبره الملعب. مباراه الكاميرون صعبه اكيد طبعا وسط الاصابات اللي احنا فيها وكمان عامل الارض وعامل الجمهور، ولكن منتخب مصر باذن الله هيتوج بالبطوله دي الموسم الحالي. والف الف الف مبروك لمنتخبنا، الف مبروك للشعب المصري كله. لسه بقى هنتابع مع حضراتكم كل كبيره وكل صغيره كالعاده تخص مباراه مصر والمغرب طبعا، بس خلونا كده الاول نروح ونستعرض مع حضراتكم مباريات الدور نص النهائي لامم افريقيا يوم الاربعاء ان شاء الله الساعه 9. بوركينا فاسو هيقابل السنغال، ويوم الخميس باذن الله منتخبنا هيكون في تحدي جديد مع الكاميرون الساعه 9 مساء. كارلوس كيروش بقى في المؤتمر الصحفي بعد المباراه مباراه مصر والمغرب اتكلم وقال ان هو بيشكر اللعيبه على ادائهم الرائع وكمان على الاصرار على الاستمرار في البطوله ورغبتهم ان هم يتاهلوا للنهائي.
نلعب معا لنصنع الفرص معا ونسجل معا. دي كانت تصريحات كارلوس كيروش، وكمان قال ان محمد صلاح كان رائع وهو ده اللي كان بيتوقعه من افضل لاعب في العالم، لكن في الوقت نفسه كان في عمل جماعي كبير جدا من كل عناصر المنتخب. وكمان اتكلم عن مواجهه الكاميرون وقال مدرب منتخب الكاميرون اللي هو كونسيساو بيشتغل بشكل رائع خلال الفتره اللي فاتت والسنين اللي فاتت دي وهو عارفه كويس. وكمان علق كيروش وقال طبعا في الكلام عن اداء حكم المباراة، قال انه اعتقد ان حكم المباراة لم يكن على مستوى المنتخبين المغربي والمصري، كانت هناك قرارات كثيرة شعرنا فيها بالحاجة لاخباره اننا محترفون ولا نريد اكثر من التركيز والعمل العادل، هذه هي مهمة الحكم. وقال ان هو عنده خبرة ل 44 عام في كرة القدم، لما بخسر مباراة انا بخرج وبتكلم في المؤتمر الصحفي وبشرح كل حاجة، لكن ليه ما بيخرجش او ما يقدرش الحكم ان هو يظهر في مؤتمر صحفي زي اللعيبة وزي المديرين الفنيين ويفسر الاخطاء اللي بيقع فيها. كمان حضر محمد صلاح المؤتمر الصحفي ده وقال اعتقد ان البطولة صعبة وكل الفرق عانت، وشفنا كمان الجزائر بتغادر البطولة من الدور الاول والسنغال تأهلت من دور المجموعات بتسجيل هدف واحد، وقال كمان نيجيريا كانت الافضل في دور المجموعات لكن ودعت البطولة بدري في الدور التالي، بالتالي طبعا ما يقدرش ان هو يتوقع اي مباراة، عشان كده علينا ان احنا نركز فقط على مباراتنا اللي جاية اللي هتكون قصاد الكاميرون. كمان قال ان اللعيبة اعطوا كل ما لديهم قصاد منتخب المغرب واعطوا كل ما كان باستطاعتهم في كل مباراة، واتمنى ان تستمر او نستمر في الانتصارات. وكمان اتم محمد صلاح كلامه وقال هدفنا هو سعادة الشعب المصري، نحن بخير بدنيا ولكن يجب ان نتعافى ذهنيا أيضا. وكالعادة لازم نطير للكاميرون وللعاصمة الكاميرونية يونديه، لازم لنا هناك حسن غنيم عشان نعرف منه كل التفاصيل يعني وأدق التفاصيل. يا مساء الفل عليك يا حسن، طمني كده أخبارك إيه، أخبار المنتخب، البعثة، كل الأجواء اللي حوالين منتخبنا الوطني الأول بعد طبعا الفوز والفرحة والسعادة اللي جابوها للشعب المصري كله امبارح. من العاصمة الكاميرونية يوندي تحياتي ليكي زميلتي العزيزة شيمة صابر، تحياتي لكل مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان. يمكن يا شيمة دلوقتي بكلمك من محيط معسكر منتخبنا الوطني، وفي هذه اللحظات بالتأكيد اللعيبة بيتناولوا وجبة الغداء تمهيدا ان شاء الله انه في خلال ساعة هيتوجهوا الى الملعب الفرعي الاستاد احمدو اهوجو عشان يعملوا اول تمرين ان شاء الله استعدادا لمباراة الكاميرون المرتقبة يوم الخميس المقبل. لكن خليني اقول لك ان حالة معنوية مرتفعة جدا، كل اللعيبة معنوياتها الحقيقة في السماء بعد ما حسوا قد ايه الجمهور المصري امبارح كان راضي عنهم وكان راضي عن ادائهم والملحمة اللي عملوها وانهم ما فقدوش الامل ورجعوا الريمونتادا امام المنتخب المغربي الشقيق، وقدرنا ان احنا نوصل للمربع الذهبي والاربعة الكبار. اللعيبة الحقيقة لما حست بالروح الايجابيه اللي موجوده والرضا اللي موجود عند الشعب المصري والجمهور اللي كان بيتابع المباراه سواء في ارضيه الملعب امبارح ملعب احمدو اهوجو او من خلال شاشات التلفزيون، حاسين بجد ان هم عملوا حاجه حلوه للجمهور المصري، وخاصه بقى ان بقى في ثقه كده ما بين الناس وما بين اللعيبه، فده بالتاكيد بيعمل روح ايجابيه كبيره جدا جوه المعسكر. لكن خليني اقول لك بقى كيروش يعني بدا بقى خلاص بيلم اللعيبه، نقفل صفحة مباراة المغرب ومباراة كوت ديفوار والأداء القوي ونفكر في المباراة اللي جاية، ودي أبرز الكلمات اللي دايما بيقولها كيروش من امبارح للاعبين داخل فندق الإقامة. خليني أقول لك بقى يعني أفراح في الجالية المصرية هنا في شوارع ياوندي، حتى الحقيقة كان في روح جميلة جدا وروح جيدة ما بين الجمهورين امبارح المغربي والمصري اللي كان حاضر المباراة. ما شفناش اي خروج عن النص امبارح في استاد احمدو اهوجو خلال المباراه، بل بالعكس شفنا الجمهور المصري قاعد جنب الجمهور المغربي في روح رياضيه جدا، وبعد المباراه الاخوه المغاربه جم وهنونا وسلموا علينا وقالوا لنا نتمنى ان انتم ترجعوا بالكاس ونتمنى ان شاء الله ان الكاس تكون عربيه. كمان شيء مهم جدا ان احنا برضو نحط الامور في نصابها بشان القصص اللي انتشرت امبارح على السوشيال ميديا بشان الخلافات بقى والخناقه اللي حصلت ما بين لعيبه مصر ولعيبه المغرب، الكلام ده تم تضخيمه بشكل كبير جدا على صفحات السوشيال ميديا، هو الموضوع
لا يتعدى انه نرفزت ملعب روجر المدرب المساعد لكيروش وهو خارج في غرف خلع الملابس كده في طريقه للممر، يعني احتك بيه احد افراد الجهاز الفني المغربي، نقدر نقول عليها يعني شبه نرفزت ملعب. الراجل متضايق انه اتهزم امبارح وقال كلمتين كده فهمهم روجر، فبالتالي حصلت مشاده كلاميه، اللعيبه بداوا يروحوا، لكن الموضوع لم يتطور عن التدافع البسيط جدا ما بين اللاعبين، لكن الجهاز الفني لمنتخبنا وكابتن وائل جمعه وكابتن شوقي وكابتن الحضري دخلوا، حتى الجهاز الفني بقياده وحيد خليل وزيتش اتدخل كمان، والموضوع خلص في ثواني على طول. حتى محمود جاد كان حاول كده ان يدخل في الخناقه، لكن طبعا الموضوع مش مستحمل، لان هو خلاص فاضل عندنا اثنين حراس هنكمل بيهم ان شاء الله قبل النهائي والنهائي. عشان كده كيروش كان مركز جدا، راح جري على محمود جاد وبعده خالص عن التدافع، قال له ان انت ممكن تتخبط خبطه احنا مش يعني ما نستحملهاش تماما. وبالتاكيد امبارح يعني الجمهور المصري قعد بعد المباراه يعني قعد يحتفل مع اللاعبين لاكثر من نص ساعه في ملعب احمدو اهوجو، واللعيبه اهدوا الجمهور فنلتهم، والجمهور كمان بعد ما راح مطار يونديه كمل بقى الاحتفالات الجميله بالطبول بقى والمزمار. الحقيقه كانت فرحه عارمه للجمهور المصري في مطار يونديه. كمان شيء ما خلينا اقول لك بقى ان في اقبال كبير جدا من الجمهور الكاميروني على شراء تذاكر المباراه امام المنتخب المصري، كانوا امبارح كلهم بيشجعونا داخل الملعب، ولكن بالتاكيد خلاص يعني احنا بالنسبه لهم بقينا ند وعاملين لنا الف حساب وخايفين مننا، وده واضح كمان. حسن عايزين تطمني برضو عن الاصابات بالنسبه لابو جبل والشناوي، هل ممكن يلحق تاني ولا لا؟ وحجازي اكيد طبعا. خليني اقول لك يا شيما، يعني كان الله في عون الدكتور محمد ابو العيلة طبيب منتخبنا الوطني، اللي اوضته تقريبا تحولت لمستشفى من كتر الاصابات اللي موجوده عندنا بسبب سوء ارضيه الملاعب. ولكن لو طمنتك على حاله المصابين، بالتاكيد يعني حاله جيده الى حد ما، يعني صعب جدا انه محمد ابو جبل او محمد الشناوي يلحقوا بالمباراه اللي جايه، ولكن هما الاثنين بالتاكيد حراس كبار وعايزين يكونوا موجودين في المباراه. لكن خليني اقول لك ان التشخيص المبدئي سواء لحاله احمد حجازي او لحاله ابو جبل، يعني التشخيص المبدئي انها اصابه في العضله الضامه، والاشعه يعني بتقول ان الموضوع صعب شويه ان هم يلحقوا بالمباراه اللي جايه قدام الفريق الكاميروني، ولكن هم بيجاهدوا بيحاولوا، خاصه انه حجازي وابو جبل ومحمد الشناوي من اللعيبه اللي عندها اصرار كبير جدا، والاصابات عندهم بفضل الله بتلم بسرعه، ان دي بتعتمد على اللعيب لو عنده اصرار في التمرين بيرجع بسرعه. لكن كيروش بالتاكيد بدا يتعامل معاهم ان هم هيكونوا غايبين عن المباراه المقبله، وخاصه انه كيروش مش من المدربين اللي عندهم انانيه ان هو يدفع بلعيب الا لو كان يعني فت 100% فنيا وبدنيا. ولكن برضو زي ما حجازي ممكن ما يكونش موجود المباراه اللي جايه، لكن طبعا بنتمنى وجوده في قلب الدفاع، حجازي عنده روح كبيره. لكن الخبر الحلو كمان ان الونش ممكن يعود اساسي في المباراه المقبله بعد ان اصبح خلاص يعني متاح فنيا وطبيا امام الجهاز الفني بقياده كارلوس كيروش. كمان شفنا حمدي فتحي من المقرر ان هو النهارده يؤدي المران الجماعي بشكل كامل خلال التدريبات، لانه كان في الفترة اللي فاتت او اليومين ثلاثة اللي فاتوا كان حمدي فتحي بياخد جزء فقط من المران، لكن النهاردة لو حمدي يعني بقى فت في التمرين بالتأكيد ممكن نلاقيه اساسي هو والونش، وخاصة بقى ان ممكن يلعب بالونش قلب دفاع ويخلي محمد عبد المنعم كباك يمين زي ما لعب كمان في المباراة الاولى امام المنتخب النيجيري. خليني اقول لك كمان انه خلاص حتى الان يعني الكاف بعت لمسؤولي منتخبنا الوطني تغيير ملعب المباراة المقبلة أمام المنتخب الكاميروني من ملعب أحمدو أهوجو إلى الملعب الأولمبي اللي كان شهد طبعا الكارثة اللي حصلت ووفاة بعض المشجعين الكاميرونيين، لكن المسؤولين في الكاميرون قرروا عودة الاستاد أنه يدخل تاني في الصورة، وخاصة أنه الملعب ده تم بناؤه خصيصا من أجل بطولة أفريقيا، عشان كده هم عاوزين المباراة يتلعب على الملعب الأولمبي. والجمهور الكاميروني هنا الحقيقة بيستغل بقى حتة أن هم أصحاب الأرض، وبالتالي هتكون ساعة الجماهير المحددة داخل الملعب في المباراة يوم الخميس هتكون 80% لأن هم أصحاب الأرض، لكن أي فريق تاني بيلعب بيكون الحضور لازم ما يزيدش عن 60% بسبب الإجراءات الاحترازية، وده اللي عامل إقبال كبير جدا على التذاكر.
وفي كمان خبر حلو انه من المقرر ان شاء الله بيتم التجهيز الان انه يكون في 3 أو 4 أو 5 طيارات تحمل الجمهور المصري في الملعب ان شاء الله، الملعب الاولمبي اللي هيستضيف المباراه يوم الخميس. خليني اقول لك كمان يعني داخل معسكر منتخبنا الوطني جلسات مستمره من الجهاز الفني عشان يخرجوا اللعيبه من حاله الفرحه وحاله النشوه عشان نبدا نركز في المباراه الجايه بالتاكيد امام المنتخب الكاميروني. يا شيبه زميلي العزيز حسن غنيمة المتواجد حاليا في يونديه مع منتخبنا الوطني الاول في مشواره في بطوله امم افريقيا، بشكرك جدا طبعا على التقرير الوافي الشامل ده. دلوقتي نطلع مع حضراتكم سريعا لفاصل وهنرجع بعد كده ونكمل معاكم بقيه اخبارنا، خليكم معانا. مفيش احلى من فرحه الفوز، بجدد اكيد التحيه بحضراتكم مره ثانيه. ومن اخبار بقى بطوله امم افريقيا نروح معاكم سريعا لجوله في اخبارنا المحليه. النهارده هتتواصل لقاءات كاس الرابطه المصريه بثلاث لقاءات في ختام الجوله الخامسه، وهيتلعبوا كلهم في توقيت واحد، هتكون الساعه 5 مساء. المولين العرب هيواجه سموحه، والاسماعيليه هيستضيف الجونه، والاتحاد السكندري هيكون ضيف على فيوتشر. وهتطير بعثه الفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي للامارات النهارده استعدادا اكيد لخوض منافسات كاس العالم للانديه، والمقرر اقامتها خلال الفتره ما بين 3 ل 12 فبراير المقبل. بيستهل النادي الاهلي مشواره في كاس العالم للانديه بمواجهه مونتاري المكسيكي، وده هيكون يوم 5 فبراير. وبيترأس المهندس خالد مرتجي امين صندوق النادي الاهلي بعثه الاهلي في الامارات بعد اعتذار الكابتن محمود الخطيب. موسيماني كمان طلب من لعيبه الفريق ان هم يقفلوا بطوله رابطه الانديه ويركزوا بس في كاس العالم للانديه، ووضع كمان الجهاز الفني للنادي الاهلي برنامج خاص لاكثر من لاعب في الفريق عشان يعني يرفع من لياقتهم البدنيه، بعد طبعا ما كشفت مباريات الفريق في كاس الرابطه تراجع مستوى عدد كبير من اللعيبه نتيجه اكيد لغياب اللياقه الفنيه وكمان زياده الوزن. لسه مكملين مع اخبار النادي الاهلي، واعلن امير توفيق مدير التسويق والتعاقدات في النادي الاهلي عن انتقال والتر بواليا لاعب الفريق الاول لكره القدم لنادي السليه القطري على سبيل الاعاره لمده 6 شهور، وامير توفيق انهى كل الامور الماليه والاداريه الخاصه بانتقال اللاعب. كمان تواصل مسؤولين النادي الاهلي مع الدولي التونسي علي معلول لاعب الفريق عشان ينسقوا معاه بشان التحاق اللاعب ببعثه النادي الاهلي في الامارات، واتفق الاهلي مع معلول على سفر اللاعب من الكاميرون للامارات عشان ينضم لبعثه النادي الاهلي ويستعد للمشاركه في مونديال الانديه. كمان نادي فيوتشر خلاص وافق على رجوع محمد عبد المنعم مدافع الفريق للنادي الاهلي في فتره الانتقالات الشتويه الجاريه، وكان محمد عبد المنعم انضم لفريق فيوتشر على سبيل الاعاره في مطلع الموسم الجاري ولمده موسم واحد. وخلال الايام اللي فاتت دي تواصل النادي الاهلي مع اللاعب وطلب منه ان هو يرجع ويقطع الاعاره بتاعته لحاجه اكيد الفريق لجهوده، وبكده هيكون خلاص محمد عبد المنعم ضمن قائمه النادي الاهلي في بطوله كاس العالم للانديه بعد ما النادي الاهلي ايده قبل طبعا السفر امبارح. وطبعا يعني رجوع عبد المنعم يعني دي بتعتبر اضافه كبيره للنادي الاهلي بسبب وقوعه في ازمات دايما عند غياب واحد من قلبين الدفاع الاساسيين بدر بنون وايمن اشرف. نروح بقى معاكم من اخبار النادي الاهلي لاخبار نادي الزمالك، والفريق النهارده هيختتم استعداداته عشان يواجه طلائع الجيش بكره ان شاء الله في منافسات الجوله الخامسه من بطوله رابطه الانديه. اعلن الجهاز الفني للفريق الاول لكره القدم بنادي الزمالك بقياده الفرنسي باتريس كارتيرون عن قائمه الفريق لمباراه بكره، وجت قائمه نادي الزمالك كالتالي: في حراسه المرمى محمد عواد سيد عطيه، وفي خط الدفاع محمد عبد الغني حسام عبد المجيد عبد الله جمعه محمد عبد الشافي احمد زكي محمد طارق، وفي خط الوسط محمود عبد الرازق شيكابالا ومحمد اشرف رؤى محمد حسام بيسو ويوسف ابراهيم اوباما واسلام جابر ومحمد اوناجم وماجد هاني وسيد محمد عبد الله وسيف جعفر، وفي خط الهجوم حسام اشرف يوسف اسامه عمر السعيد. الزمالك بيحتل المركز الخامس للمجموعة الثالثة في بطولة رابطة الأندية ورصيده 4 نقط جمعهم من فوز وتعادل وخسارتين عشان يتأكد خروجه من البطولة مبكرا. كمان الثنائي أيمن حفني وحازم إمام بيواصلوا أداء البرنامج التأهيلي المخصص ليهم، وبيعاني أيمن حفني من إصابة في العضلة الخلفية، في حين بيعاني حازم إمام من إصابة بكدمة في العضلة الأمامية. كمان نجح مجلس إدارة نادي الإسماعيلي بشكل رسمي إن هو يحصل على خدمات
خامات الجزائري محمد بن خماسة لاعب فريق مالاجا الأسباني السابق حتى نهاية موسم 2026، وده قبل ساعات من قفل باب القيد خلال فترة الانتقالات الشتوية. الجهاز الفني لفريق الكورة الأول في نادي الإسماعيلي بقيادة الأرجنتيني خوان براون طلب تدعيم مركز خط الوسط، وبناء عليه تم عرض اللاعب على اللجنة الفنية ومدرب الفريق، واللي طبعا رحبوا بانضمامه لأن هو بيعد أحد العناصر اللي عندهم خبرة ويقدروا إن هم يعني يحطوا بصمة واضحة مع الفريق في ظل القدرات الفنية اللي عنده على الصعيد طبعا الدفاعي والهجومي. وحضر اللاعب مقر النادي الإسماعيلي في الساعات الأولى يوم الاثنين مع وكيل أعماله عشان ينهوا كافة الإجراءات بعد الاتفاق على جميع البنود الخاصة بالتعاقد، وكمان حسم النادي التعاقد مع حسن ياسين الصانع ألعاب الإنتاج الحربي طبعا أحد الأندية القسم الثاني حتى نهاية الموسم بنية الشراء، بالإضافة كمان لعمل صفقة تبادلية مع سيراميكا كليوباترا بانتقال الحلواني المدافع الأيسر لسيراميكا كليوباترا حتى نهاية الموسم مقابل إعارة عبد الله جمعة لاعب الفريق لنادي سيراميكا كليوباترا. دي بقى كانت جولة سريعة جدا في أخبارنا وأخبار الأندية المحلية. نطلع مع حضراتكم دلوقتي لفاصل ونرجع ونكمل معاكم، خليكم معانا. مرحبا اكيد بكل مشاهدينا من جديد، ودلوقتي جه ميعادنا مع حضراتكم فقره الكوره العالميه. هنبدا فقرتنا العالميه وزي ما احنا متعودين نستعرض مع حضراتكم اهم مباريات النهارده، والنهارده هتقام مباراه في دور ال 16 من كاس فرنسا وهتكون الساعه 10 وربع ما بين باريس سان جيرمان ونيس. ودلوقتي هنروح مع حضراتكم لجولتنا في الصحافه العالميه وفقره اخبار العالم. هنبدأ جولتنا في الصحافة العالمية من الصحف الأسبانية، وبالتحديد من صحيفة ماركا واللي ركزت على فوز الأسباني رافائيل نادال بلقب بطولة أستراليا المفتوحة بعد لقاء ماراثوني أمام الروسي ميدفيديف، وأصبح الأكثر تتويجا بالبطولات الكبرى ب 21 لقب. وكتبت الصحيفة حين يخبرونك أن شيئا ما مستحيل فكر في نادال، ونادال لاعب التنس الأكثر ألقاب في البطولات الكبرى. كمان اهتمت برضو الصحيفة بخسارة منتخب إسبانيا نهائي أمم أوروبا لكرة اليد بعد الهزيمة قصاد السويد، وكتبت إسبانيا تعيش في المنصات. كمان هنروح دلوقتي لصحيفة سبورت واللي ركزت على تتويج رافائيل نادال ببطولة أستراليا المفتوحة ودخوله للتاريخ كأكثر لاعب تنس تتويجا باللقب أو بالألقاب البطولات الكبرى ب 21 لقب، وكتبت بطل. كمان اهتمت الصحيفة بتطورات خروج الفرنسي عثمان ديمبلي من برشلونة، وكتبت برشلونة وباريس سان جيرمان يتفاوضان بشأن صفقة ديمبلي. لسه مكملين مع الصحف الأسبانية وبالتحديد صحيفة الموندو ديبورتيفو اللي ركزت على فوز الأسباني رافائيل نادال ببطولة أستراليا المفتوحة، ورفع عدد ألقابه في البطولات الكبرى ل 21 لقب كأكثر لاعب تنس تتويجا، وكتبت الأفضل في التاريخ. نروح لصحيفة لوكيب الفرنسية واللي ركزت هي كمان على فوز رافائيل نادال ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس على حساب الروسي دانيال ميدفيديف، وكتبت المريخي وظاهرة نادال في مباراة قوية من 5 ساعات يقلب الطاولة على ميدفيديف ويحقق اللقب رقم 21 في البطولات الكبرى، رقم قياسي تاريخي. نروح بقى لصحيفة تاتو سبورت الإيطالية واللي ركزت على سوء انتقالات اليوفنتوس واللي بيتفاوض عشان يضم لعيبة جداد في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الشتوية، وكتبت اليوفنتوس نانديز برفقة دانيس زكريا. كمان اهتمت الصحيفة بتتويج رافائيل نادال ببطولة أستراليا مفتوحة وتحقيق رقم قياسي تاريخي بالفوز ب 21 لقب في البطولات الكبرى، وكتبت ابدأ. كمان دي طبعا كانت جولتنا السريعة في الصحافة الرياضية العالمية النهاردة. نروح دلوقتي سريعا لفاصل ونرجع ونكمل معاكم بقية فقراتنا هنا، خليكم معانا. مرحب بكل مشاهدينا مره ثانيه ومكملين معاكم هنا في فقراتنا في اخبار اون تايم، وبنوصل معاكم دلوقتي لفقرتنا الاخيره وهي فقره وان شوت. النهارده في وان شوت هنقف بقى عند لقطه حلوه قوي 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 حصلت في مباراه مصر والمغرب امبارح، ابطلها اثنين من النجوم العرب المتالقين اكيد في الدوريات الاوروبيه، نجمنا محمد صلاح افضل لاعب في العالم ونجم المغرب وباريس سان جيرمان الفرنسي اشرف حكيمي. وبعد فوز منتخبنا وخساره المغرب صلاح يعني رفض ان هو يسيب الملعب وراح عشان يواسي اشرف حكيمي، وهي دي طبعا الرياضه، هي دي الروح اللي ما بين الاخوه العرب بعيدا بقى عن اي نرفزه ملعب في مصر
او في المغرب، احنا برضو في الاخر اشقاء، وفوز منتخبنا وخساره المنتخب الاخر ده حاجه طبيعيه بتحصل في كره القدم، ولكن الاهم هي المشاهد واللقطات اللي زي دي، واللي بتظهر حاله الحب وحاله الصداقه وكمان حاله الاخوه الموجوده ما بين الشعبين. لقطه اكيد تستحق التحيه من محمد صلاح، واللي كل يوم بيثبت ان هو لاعب يعني عنده شخصيه مختلفه، لاعب مسؤول سواء جوه الملعب او بره الملعب. هارد لك اكيد لاشرف حكيمي ولمنتخب المغرب. وبكده انتهت حلقتنا النهارده من اخبار اون تايم، ان شاء الله نشوفكم بكره في حلقه جديده في نفس الميعاد. نشوفكم على خير.